بالنسبة للمستر انسيتا باين عارفينه كاملين وعبيدين سي بي اي بريميراني هو يستحق يدوز في هذه الشهادة بحكم الوجه ديالو فهمتي زوين وكذا بيان تراسي الحياة كلشي مزيان. بالنسبة لميس انسيتا ما عنديش دراية فهمتي بالدريات اللي كاينين هنايا ما كانش غنقول نوعيلة اللوطاوي اللي كنعرفها فهمتي. مستر انسيت كنرشح ياسين بن الحبيب، وبالنسبة لميسيز انسيت بالنسبة لي هو بوليفالون اللي طاح في المقلة يتقلى عنده كلشي دايز بوليفالون. وبالنسبة لميس انسيت كنرشح اي فتاة تقدر ديها اي وحدة صنف الدرية ديال بريميراني جي بي ام هما الوحيدة اللي ما يقدروش يديوها هذا هو الواقع. ميس انسيت زعما شكون تقد تكون؟ امي ما صاحبتي. وميستر انسيت لا الصراحة ما كاينش ما كاين حتى شي حاجة. الانسان تبان لي فيها كاين دي زاليمون في شكل ولكن كل واحد غيبان لي شي واحد زوين على الاخر فهمتي. المهم انا بيان سور غادي يبان لي راسي هو الزوين بكل تواضع ولا بدون تواضع. ميس انسات كاين تيتيز كاين لا كلاس ديالنا فيها شي لعيبات زوينين ولكن كاين شي بنات احسن منهم بالرجول كيبانوا لي مره يقدروا يديو ميس انسات. ما كنظن انا بالنسبه ليا ما كايناش شي واحد اللي تقدر تكون ميس انسات حيت ميس خاصها تكون ثقافه وجمال وبزاف د الحوايج دونك كنظن ما كايناش. وبالنسبه ماستر كنظن غنكون انا اللي غنكون. المهم مستر انسات طبعا غيكون هو بن الحبيب هو مول شي وميس انسات اي وحده كتجي الالترا راه ميس انسات وشكرا. ميس انسات صراحة المستوى طالع هاد العام بزاف وغتكون المنافسة قوية وما تبقاش تحكم شكون اللي غاديها. وبالنسبة للدراري أنا كيبان لي الحيحي هو أحسن واحد وأكثر واحد اللي يستاهل. المستر غندي أنا والميس ما نيفونا عندنا طايح بزاف. الميس هو الدري اللي دوا دابا والمستر هو السيد اللي كيصور فيا دابا. الميس غديها واحد بنت بخوميغ انا سيكل سي بي سميتها هبه بن عبد الله وميستر غديه محمد طاروزي عندي سخيات بخوميغ انا. ميستر انسات ما عرفش المهم كاينين الدراري مزيانين ولكن ما عرفش شكون السميه والو. وميس انسات ما كتبانش لي شي وحده كاينه روتيني اليومي كل واحد كتقول لك شوف الفتيات كيفاش كنمشي للبوفات وصافي كاينه شي حاجه وشكرا. ميس انسات جو بوت شيماء متوكل و ميستر جلال محمد جلال الرحماني ال بي ديديكاس ال بي كاملين ام ام بي اي. ميس وميستر انسات بعدا غيجيو من ال بي ام ام بي اي. ميس انسات هي سكينه بن بوطيب وميستر انسات هو اليس بن كمون وشكرا. النصيب ديال ميس وميستر انسات غتكون من النصيب ديال زينب خليفي واسماعيلي عبد الجليل الملقب بالسما. مستر انسات الياس بن كمون، ميس انسات شيماء بهلاوي. بالنسبه للمستر انسات انا اللي غنكون مستر انسات وميس انسات ما كاينه حتى شي ميس انسات في انسات اصلا صافي. بالنسبه للمستر انسات كنقول الميس حيت ندور فيه ديما تيتيز اللعيبات ياك وبالنسبه للدريات البريك زين البريك. ميس انسات سي موا بيان سور و ميستر ما بان ليش واحد كيستاهل صراحه ما كاينش. خويا قلتي ميس صراحه ما بانت ليا شي ميس هنا فهاد الانسات هادي غنقول لك صيدنا هادي اول حاجه. وبالنسبه للميستر صراحه ما لقاش من غيري انا. ميس انسات صراحه هاد العام كنرشح فاطمه الزهراء محي الدين. انا والله الا هي انا. ميستر انسيت باقي ما بانش ليا الصراحه. شوفوا ديروا قضيه ديروا ميس انسيت حسن جوج ميسات انسيت وحيدوا ميستر. ميس البنات زينب متصف وفي الدراري ايوب ايت الشيخ. ميستر انسيت ايوب ايت الشيخ وميس انسيت بيكوزا متصف زينب. ميسو مستر انسيت نهيله وحمزه. مستر انسيت راه باين راه هو انا وميس راه كاين في اكدار التيشيز راه كاين في اكدار كاع ما كاين هنا. مستر كاين واحد عشيره حمزه الرصافي وميس ترى والله ما كاين وعقل.